الجهاد ماضي بحكم الله سبحانه، لكن بهذه الشروط: أولاً أن يكون بالمسلمين قوة على الجهاد واستعداد، ثانياً أن يكون الجهاد تحت راية، تحت راية ولي الأمر الموحدة ينظمهم ويساعدهم ويكون ردءاً لهم يرجعون إليه، لا بد من هذا. ثالثاً أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله، ما هو لأجل طمع الدنيا أو الظهور في الأرض. هذه شروط الجهاد، هذه شروط الجهاد، أن يكون بالمسلمين قوة واستطاعة، أن يكون تحت قيادة ولي أمر المسلمين، أن يكون القصد منه إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام في الأرض للطمع الدنيوي أو توسعة المملكة أو غير ذلك. نعم.